إحياء الوجود والتراث الفلسطيني لحناً ومعنى بات طقساً سنوياً تحييه مؤسسات الثقافة والتراث في أكتوبر من كل عام، استعراضات الدبكة الشعبية، المشغولات اليدوية والقطع التراثية بكل الألوان زينت معرض التراث الوطني الذي حمل عنوان تراثنا هويتنا. هذا المهرجان ينبثق منه العديد من الفعاليات، هو معرض تراثنا هويتنا، يأتي من أجل الحفاظ على التراث الفلسطيني من السرقة والزوال والضياع. هنالك مؤتمر دولي علم محكم بعنوان الهوية الفلسطينية، تاريخ وتراث وحضارة. أيضا هنالك مهرجان الأغنية التراثية، وهنالك مسابقة لقب سفير فلسطين للتراث والفلكلور، هي تشجيع دور الشباب ليتعرفوا أكثر على هويتهم عن عاداتهم وتقاليدهم. حين يكون الحديث عن الفنون التراثية لابد من الحديث عن المشغولات اليدوية التي لا تزال إلى اليوم مطلب الجميع، وتبقى تنادي بالحفاظ على الهوية الوطنية التي يحاول المحتل الإسرائيلي طمس فلسطينيتها ونسب تاريخها لنفسه، ليبدع الحاضرون المتجولون بين القطع واللوحات في وصف الصورة التي رسمها معرض التراث الفلسطيني. يندرج استضافة الجامعة لهذا المعرض تأكيدا للهوية الفلسطينية والحضور الفلسطيني من خلال التراث والفلكلور الفلسطيني الذي تميز فيه الفلسطينيون، والتي تحاول إسرائيل على مرارا السطو على هذا التراث وتغيير ملامحه وسرقة هويتنا. خان الزيت هذا اسم معروف في غزة من 1000 سنة، شايف كيف؟ ويعني هذه الشغلة هواية من مصغري فيها. من ليس له ماضي ليس له حاضر. إحنا الماضي تاعنا لازم نعيش فيه ونحييه. إذن هي صور تراثية واستعراضات شعبية عشقتها العين الفلسطينية والعربية، ستظل تحكي حكايات من التراث وتخلد قصصا تروي الفرح والوجع الفلسطيني وتورثه لكل الأجيال. هاي انصنعت بأيادي نساء فلسطينيات، وجزء من تعزيز صمودهم وتعزيز اصلا هويتنا وتراثنا الفلسطيني انه احنا اليوم بنحاول قدر المستطاع انه احنا نصنع المشغولات اليدويه التراثيه، وايضا الاكسسوارات اللي لها علاقه يعني بالتراث والتطريز والمشغولات اليدويه الاخرى. ومن مشغولات صنعت بأياد فلسطينيه لمعرض دولي يضم لوحات وصور أبدعت بصناعتها أياد عربية ودولية دعماً للقضية الفلسطينية وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في تراثه وتاريخه. القدس الكوفية والبيوت العتيقة هناك، الصناعات التقليدية والمشغولات اليدوية والدبكة الشعبية هنا هي محتوى معرض التراث الفلسطيني الذي يقام ليظل يدحض الرواية الإسرائيلية ويرسخ هويتنا الوطنية الفلسطينية بين الدول. من حرم جامعة القدس المفتوحة غرب مدينة غزة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.